انضمنا من اسطنبول عبر الهاتف العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. أهلا بكم سيادة العقيد إلى استوديو الرافدين. يعني نبدأ من أهمية قضاء سنجار، لماذا كل هذا الصراع حول قضاء سنجار؟ نعم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. سامر، أنا أعتقد بأن هذه المشكلة في سنجار هي ليس وليدة الساعة، وإنما هي منذ عام 2014، وبالتالي هذا القضاء يقع في منطقة جغرافية حقيقة مهمة جدا، في منطقة وسطية ما بين، نستطيع أن نقول ما بين الحدود العراقية السورية وما بين محافظة نينوى، وبالتالي يشكل عقدة مواصلات في تلك المدينة. أضف إلى هذا بأنه هذه المنطقة يتواجد فيها التركمان ويتواجد فيها عرب ويتواجد فيها بعض الكرد، وبالتالي هي منطقة خليط من جميع الأجناس المتواجدين في المنطقة إضافة إلى اليزيديين. لذلك هذه المنطقة عام 2014 عندما استعانت قوات البيشمركة في صد تنظيم الدولة في هذه المنطقة، تم الاستعانة بقوات من جبل قنديل وتم نزول هذه القوات إلى هذه المنطقة وتم السيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت قيادة العمليات الموجودة في المنطقة بما فيها الجيش يتعاملون مع قوات حزب العمال الكردستاني على أنهم قوات متواجدة من ضمن القوات الحكومية المتواجدة في المنطقة، وبالتالي هناك اتفاق مبرم مع حكومة بغداد في تلك الفترة ومع القوات الأمنية، وكانت هناك زيارات سابقة لرئيس أركان الجيش ولقيادات الحشد الشعبي للتفاهم مع حزب العمال الكردستاني. السؤال المطروح بأنه المادة 8 من الدستور العراقي يمنع بأن تستخدم الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، وبالتالي حزب العمال الكردستاني هو مصنف على لائحة قائمة الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي تركيا، وبالتالي يشكل تهديد للأمن القومي التركي. كيف تم استضافة هذا التنظيم على الأراضي العراقية، وكيف تتعامل مع حكومة بغداد طوال هذه العقيد؟ سادة العقيد، من المستفيد من إعطاء هذا الدور لحزب العمال الكردستاني؟ نعم، في تلك الفترة الحكومة ضعيفة إلى درجة كبيرة جدا. ضعف الحكومة أدى إلى الاستعانة بمثل هذه التنظيمات في هذه المناطق، ولكن لا أحد مستفيد، لا الحكومة العراقية مستفيدة من هذه القضية، وإنما إيران تحاول أن توظف بعض الأوراق لكي تضغط على اتجاهات متعددة، يمكن أن تضغط على الأكراد، يمكن أن تضغط على تركيا في الفترة المقبلة، والدليل بأنهم لديهم مخيمات في 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 إيران منتشرة على الحدود مع تركيا، وبالتالي هذا التنظيم أنا أعتقد لا يشكل خطر على إيران، والدليل أنه توجد لديه مخيمات في تلك المناطق. أضف إلى هذا بأنه مسألة صمت الحكومة على كل ما اقترفه هذا التنظيم طوال الفترة الماضية يعطي دلالة واضحة على أنه هناك اتفاق، بحيث هناك تسريبات بأن حتى الرواتب يتم استلامها من قبل الحشد الشعبي، لذلك لم تتخذ معهم أي إجراءات تصعيدية لا من قبل الحشد الشعبي ولا من قبل القوات الحكومية، وكأنما هناك شيء مبرم ومتفق عليه ويجري تطبيقه من قبل الطرفين في تلك المنطقة. لماذا يراد برأيك للعراق استمرار حالة التجاذبات بهذه الحالة؟ نعم، إيران لا تريد أن للعراق أن يستقر. أضف إلى هذا بأنه يعني محافظة نينوى بشكل عام، يعني بعد أن انتهت العمليات العسكرية لم تكن هناك للدولة أو للحكومة خطة واضحة في كيفية التعامل مع هذه المناطق، علما بأن هذه المنطقة هي أصلا تعتبر من المناطق المتنازع عليها مع كردستان العراق في تلك الفترة، وهناك إشكالات كبيرة جدا لم تحل لحد هذه اللحظة. ثم جاء تنظيم البككة لكي يسيطر على جزء من هذه المنطقة ويحاول أن يفرض سيطرته بالقوة ويحاول أن يكون جزء من العملية السياسية الموجودة في المنطقة، ويحاول أن يسيطر على بعض المناصب، أضف إلى تدخلاته في الشأن الأمني. لذلك هذه القضية تتحملها الحكومة بشكل كبير جدا، يجب أن يكون هناك موقف حازم من قبل الحكومة باتجاه هذه المنظمات، ويجب أن يبين ما هو الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة مع تنظيم البككة، لذلك الحكومة تصمت عليه وتصمت على ما يقوم به من أعمال في تلك المنطقة. إذن الصمت الذي تقوم به الحكومة، هل من الممكن يعني في فترة قريبة أن نرى تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا حزب العمال الكردستاني؟ نعم، هي الأجواء لا زالت مشحونة، يعني لا زالت مشحونة لحد هذه اللحظة،
وهناك مفاوضات حسب ما نسمع من بعض التسريبات، يعني تصور بأن الحكومة تجلس لكي تتفاوض مع هذا التنظيم الذي دخل إلى الأراضي العراقية وسيطر على مناطق وأخذ يتفاوض مع الحكومة المركزية على هذا الأساس. نعم أنا أقول لك بأنه هناك إشكال كبير في هذه القضية، وهناك ضبابية في الموقف في سنجار. يجب على الحكومة أن تعلن ما هو الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، ولماذا تصمت على تجاوزات حزب العمال الكردستاني طوال هذه المدة. من اسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.